يفهم معناها. الكابينة يعني طيب كل شيء اللي يمشي واللي يجي. الكابينة يعني الراس فلوس الناس سرقها مية حساس خسارة ونقول ولا باس. الكابينة يعني البيت ولا سيارة رجاء نلتموا فيها يا ريت. نتناقشوا نتفاشوا نضحكوا نتعاركوا المهم بروحنا وندقوها جروح. المهم بروحنا وندقوها جروحنا. غنوها بكل الألحان قلوها بكل الألوان غنوها بكل الألحان. مرة قفشة مرة حكمة مرة ضحكة ومرة حكمة على وجوه حبايبنا الحلوة على وجوه حبايبنا الحلوة. ما لوين الفاص يا اولاد مش عوايده تي ما عنده وين يمشي اكيد على جاي عاد نصب الله ولا صغيره قصه تمك الفلاح اكيد ها وشرف ها ويغني زياده خلكم تفنصوا يا اولاد مو عاجبين بيه فاصو وين كنت انت والله كنت في الصاله عندي تمارين كيه رمت الدوائيات من امس مش خير من كساد لا خير من كساد والله فاصو زين جيب لنا قهوة لا 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 فطني قهوة الوركينة يمشي لا لا اسمع عندي طرف شوكولاتة خبرة أنا نمشي أنا هاته لا 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 هو طرف الشوكولاتة برا جيب لقاوة وتعالى وتاخذ يا بهات الفلوس هات الفلوس فلوس شنو يا أخي أنت بتعزمنا لا 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 ورص العزيز ما عندي إلا 10 جنيرة هي اللي عليها الكل يا أخي قلنا لك برا جيب القهوة وتعالى وهي الشوكولاتة ضغط نعطيهولك مرة تكذب لا دي برا جيب لنا قهوة قلنا لك جيب وحاضر يا أخي العظيم لو كنت لاقي الا في التليفون الحرف هذاي والله ما ريته انت معقول هذا كله ما ريتاش يا راجل رايح يحصل بنكة كله من هالمرأة كله من هالمرأة ان شاء الله خير يا وليدي ان شاء الله خير المهم زي ما قلت لك طمني عليه يا وليدي باي باي ماشي سلامة يا ناري والله وليد ما يستاهل اخوي رتوه مجال هاد هيا
مفيش فايدة يا أولاد. من الأخير نكلم الفاز يكلم بوه يرفع العيادة وخلاص. صارك حكاية الفاز والله لو جعني. لا يا رجل والله مسكين يا رجل. لك ما تجيش يا أولاد، احنا مقامزين هذا المفروض نمشي نعكسه عند دار نشوفوره. والله لا بجديات كلام الخبرة يا أولاد. لازم نمشوا له وما نخلوش دقيقة واحدة الولد راه. لكن يا راجل نمشوا له نرفع معنا حاشم شو لا شك فاضيين. تي نرفع يا خبرة اللي تقول عليه نجيبوه. ما نعرفكش نجيبوه. يقال نزيل أصلا هو في مصحة وكذا غديك كماليات جومي خمسة نجوم. فازو شو الجو حبيبي؟ الحمد لله على السلامة استاذ. والله يا الأولاد مستحشينك خوي. قالوا بنجوك غديك. ساعتين باي تمام هاي تمام. ريت سموني خيرا ينقع. قلت له مستحشينك يا جماعه، واحد قال استحشتوني في ساعتين. نوض نمشوا غلقان غادي في ضي مولد فرش على التلفزيون شو منيح. نوض اي خبره صح نمشي معاكم. ديك امز يا اخي شديتها معي جروب انت. ديك امز يا رجل ماشي يا خبره، مش اول مره تديرها يا رب. تعرف دوش قسم بربي ما تفهم حاجه. الله ينعم عليك يا حبيبي، اول مره الفاز يدير حاجه فيها فايده مرد وجابنا هنا على التوالي. شنو بدك مباراه على المساء؟ كيف حطيت الاف انا 10 دقائق تمام. بابا بوي يا خبره. بوي وين بوك؟ فاز شنو؟ قوي قلبك يا اخوي. شفي لا حول ولا قوة. قول بوك تبرع لك بقلبه يا فاز. لا ما تقولهاش بالله عليك. تسكر فمك انت، شن دخل قلبك انت؟ رجلك اللي توجع فيك يا راجل. تمشي بوصل اختك وجاي يا راجل. خلعت لي يا راجل. وركينا تنوضي وركينا. شن في خير تنوض؟ جاي وقت الغداء يا راجل، كلمهم على الغداء. واسمع ما تنساش تطلب لنا التفاحة. تنام من بكري موصيها. تبا خير يا أخي عطلو يا راجل. يا خيركم ديرين دوشة انتم الزوز. بناكلوا هنا ما تدوروا شيء وشوية تو يجيبوه. وكل الحساب نحن يا وبيا. أنا جعان يا ولاد. يا جعان يا ولاد. انت مش مهم انت. احنا اللي قاعدين على يا منامس. يا فاز انت غداك بروحك. بخير عطل. جعان يا ولاد. نوضوا شوفوا له طرف خبزة، شوفوا له حاجة حطوها فمها. واي وخي بيقعد يعيط تو. شكرا. ما سمعتيش بهذيك؟ طبوها مات يا ناري مسكينة. يا خبرة والله الله خمسة نجوم يا كابتن. حلو نجوم والله مات لمدة خير يا خبرة. إن شاء الله ديما يمرض الفازو. من دام الفازو مريض احنا قاعدين بعد أمور طيبة. مشينا من جديد. يا ناري مسكينة. جيعان يا ولاد جيعان. تباهي يا فازو يا ماكله حاره ما تمشيش معاك. انت بجيبوا لك ماكله بيضة تو بنادم بجيبوا لها طنجره ما تسداش. هيا اسكت يا راجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو حالك بعد ان شاء الله؟ الحمد لله. ماشي الامور؟ كويسه الحمد لله. الله ينور اخوي. واللي اخوتي عندنا بريد هو حجره 103. اي تفضل. نبونا ماكله والله.
حاضر معناتها في لحظة بس يكون كل شيء عندي. بارك الله مش عارف نشابهك أنا وخيتي. تشابه أكيد. لا والله يشابهك مش عارف. يخلق نشابه ربعين. لا والله لا لك والله لا منورين الحق يا رب والله الجو مش عادي والله لا يعني قيمين القدر الحق. احنا كنا تحت أمرك. الواحد تقول أني يمرض تصدقي بارك الله فيك. احنا كنا تحت أمرك تفضلوا في أي وقت. صحتي والله والله وخيتي عندك طلب صغير بالليل. تفضل. نبوك عرفتي يعني مكسرات عرفتي دلع قصدي كيلوز واحد وكل المريض والله. حاضر حاولت. هذا بيت هذا نحن وزيدي كترين عرفتي لأنه هو سنين أولي تعرف أنت وياك غزي ألبة فهمتي. حاضر أنا عائلة الله فيك والله ما شاء الله عليك والله. تفضل نور أخيت النور موجود زيدي ما شاء الله حياتي. أيوة بشوي 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 ترى حركة كيف. أيوة بشوي خلصك أحسن ولا أيوة بشوي بشوي شوي عليك بشوي بشوي رفع رفع شوي أيوة بشوي عليك ترى وطي هاي وطي هاي بشوي بشوي هي بشوي عليك ها أيوة أيوة تمام خلاص تمام أيوة شوفوا يا ولاد شوف الإحساس شوف الرقة خنقتني لحب رأي وخي يا ردني ناي ضربتني السيارة يا ردني ناي يا وخي مش هديك يا راجل اللي تعيط هديك تحاول ولو حول شبعك شبعك لكن هي مش عارف وين شبحها أنا هي مش عارف وين هي شبحها والله اللي شبحها يا ولاد خيرك يا راجل تخير خير ان شاء الله وين ماشي انت وياه تمشين روحي مع صاحبنا تمام مروح والماكلة والبيتان والشراب من بيخلص هذا كله تعنى معاه في الحجرة يا راجل بو خلص على ولده وقال اني لبتت لك ليت لشربت حاب وفوز الله بقيك خمس كلمة لا ما قد جي قاعد زخر التالي انت وياه تكلم اقول لك اقعد هنا يا عمل تاعك تكلم اقول لك لا اتكلم اكلمني هنا تخيل كيف تكون صغر شارعك يا راجل انا في الحق حتى اخوي ما نعرفاش طفي الضي يا ضاري يا كنت تعرف يا ولاد نعلق عليه في الظلام المطيولة فوق في عينه ورص العزيز ما فهم حاجه ضربتني انا انت يا راجل انت في عيني هذيك يا راجل عليك لا حي عليك يا فاز وحي ثلاث ايام معاه ثلاث ايام حتى عوجنا بدنا ومش في الاخير يخيبينا وني اني يا اخرى نوصل سواني تني ورص العزيز حتى سواني امي عمري ما وصلته قبل وقت انا نمسح زلات ومشي كوبس وفوق من هذا كله انا كنت ريح ألف مرة نقول لك اللي يدير يلقى وعمر الكذب ما كان حل ما كذبناش يا والله ما كذبناها بالله باش جايبكم غادي توقفنا مع الفاز وصاحبنا قعدنا معاه في المصحة محقولة ثلاث أيام تاكلوا وتشربوا وش تحسبوا فندق هو ولا رزق الناس سايب ما هذا اللي عرفناه بعد ما كلنا تريحة ربي يهديكم وخلاص وإن شاء الله ربي ما يوري لحبيي بالسو هذا اللي ردة في مصحة ولا في مستشفى غالب يا بشكل عندي زايدة خيرك العفو خير وليه